السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسورة سلوى، والنهاردة إن شاء الله إعادة تجربة لوصفة عملتها من حوالي شهر. وأكتر التعليقات اللي جات لي عملنا الخبز يا سلوى بس ما انتفخش معانا. الوصفة اللي ما يعرفهاش هي عبارة عن وصفة بنعمل فيها الخبز كده في الخلاط، ما بنلمس العجينة خالص، وبنجيب طاسة بنحطه فيها، وبطريقة معينة الخبز بينتفخ وبيكون معانا شهي ورائع جدا. فقعدت أفكر، أنا مش عارفة أقول لكم في التعليقات إيه اللي ممكن يكون يعني فشل معاكو، فتابعي معايا الفيديو لو انتي جربتي مرة. شوفي كده الفيديو النهاردة بالتفصيل، واكيد ان شاء الله هتعرفي انتي عملتي ايه عشان تحصلي على خبز طري منفوخ ينفع للسندوتشات، صحي جدا لو انتي بتبدأي في الدايت، هيكون حاجة صحية جدا. المكونات اللي معايا بسيطة جدا، هستعمل فيها الدقيق الاسمر او الطحين الاسمر. عايزة تستبدلي بالدقيق الابيض براحتك، بس طبعا الاسمر بيكون افيد بكتير لانه حبة القمح كاملة. وعايزة رشة ملح، وعايزة كمان حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. مقدار المية هو نفس مقدار الدقيق، كوباية من الدقيق وكوباية من المية، مية عادية خالص، مفيش خميرة ومفيش اي وقت خالص هننتظر الخبز ده فيه. تعالوا نحط على طول حوالي، يعني مش رشة ملح، اكتر شوية، يعني ربع معلقة صغيرة من الملح، ونوع بيكنج باودر يكون كويس، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. لو عندك وعاء يعني اكبر من الكوباية اللي انا حاطة فيها دي، يستحسن اللي احنا نقلب فيها الحاجات على بعض، ولكن انا هعتمد اللي انا هحط كله في الخلاط، فالموضوع هيكون ابسط من البساطة. ادي كوباية المية وكوباية الدقيق والملح والبيكنج باودر، وده الخلاط. هنحط اول حاجة السوائل اللي هي كوباية المية، وبعدين الدقيق مع الملح والبيكنج باودر، ويلا نروح نخش جوه الخلاط وانا بصور علشان تشوفوا هيكون شكل العجينة عامل ازاي. الوهلة الاولى هتكون عاملة بالظبط زي عجينة الكريب، هنضرب فيه لحد ما نلاقيش، يعني نلاقي الخليط بقى سائل تماما، مفيش اي تكتل فيه، حوالي دقيقة لدقيقتين مش اكتر من كده. من غير لمس العجينة، من غير تعب خالص ولا خلاص، هو ده المطلوب. هنعمل ايه؟ هنجيب معانا اي طاسة تيفال، انا هشتغل في طاستين مع بعض عشان اخلص اول مرة، بس هحاول ندهنها حتى لو الطاسة بتاعتي جديدة وانا متأكدة ان هي مش هتلزق، اول مرة بس تديها دهنة زيت بسيطة جدا. ويلا على طول نحط خليط الخبز، هنحط تقريبا كده الطاسة اللي هي الجريل ده اللي هي مفتوحة من الجوانب، يعني مش احلى حاجة في الموضوع ده. دلوقتي انا هشغل النار بعد ما حطيت في الطاسة وكل حاجة، هشغل النار، وعايزة اقول لكم هنعمل النار على اهدى حاجة عندك. بصوا من البداية للنهاية، مش هنغير ولا هقول لكم في الاول عالي ولا، من اول بداية الخبز هنحط ايه النار على هادية جدا. انا حابة احط كده على واحد، شوية من حبة البركة بتدي طعم حلو، طبعا على حسب راحتك. وانا دلوقتي سايبه العجينه تمسك من تحت وشكلها عامل زي الكريب، ماشي اوكي، شايفين كده؟ اول ما الاقيها اتمسكت، ده كمان هتقع كمان من على الطاسه اهي عندي، ونار هاديه وتمسكت وثابت خلاص من الطاسه، وهتكون سهله معايا وانا هقلبها. اقلبها شايفين كده لسه ما خدتش اي لون من تحت. طيب الناس اللي عملت كده طلع معاها كريب، بس انا ما كملتش، يعني ما كملوش الفيديو وشافوا بقية الخطوة اللي هنحول الكريب ده لخبز. بعد ما اسيبها شوية كمان من تحت، فهي مسكت من فوق ومن تحت، هبتدي اضغط عليها ولسه النار هادية تماما. يعني اعذروني لو انا هقعد اقول كل حاجة ممكن اتخيلها اللي هي تخلي معاك الخبز ده ناجح. شايفين كده اهو، بعد خطوة واحدة من اللي انتي تخيلتي ان الخبز معاكي باظ وبقى عامل زي العجينه وزي الكريب مش منفوخ، خطوه واحده ان انتي مهديه النار وبتدوسي عليه هينتفخ معاكي بمنتهى السهوله. وطبعا مفيش اروع من حاجه انتي عاملاها بايديكي. يعني الناس اللي تقول طب ما الخبز متوفر ونشتريه، اولا ده خبز انتي متاكده ان هو 100% من الدقيق الاسمر، فلو انتي في بدايه دايت ده اول نوع دقيق بتروحي له بعد ما بتسيبي الدقيق الابيض، بتسيبي كل حاجة فيها دي ابيض وتبتدي تروحي للدي الاسمر.
وبينتفخ معاكي. مهم جدا بقى اللي احنا نقعد نقلبه ونقلبه ونقلبه عشان نتأكد ان هو من جوه مبقاش عجين. مش معنى ان هو انتفخ خلاص كده نقول ايه لا ده احنا خلصنا، لا هو هياخد وقت شوية. بس طبعا بقى ريحة الخبز وجو تاني، عارفين كده لما تجهزي حاجة زي كده انتي ما تعبتيش في العجين، ولكن هياخد شوية معاكي مجهود في التسوية والتسطين مع بعض، برضه بيخلي الموضوع سريع. الكوباية بتاعت الدقيق هتعمل 3 من الخبز ده، شايفين كده؟ طيب انا عايزة بقى دلوقتي خلاص كده الموضوع واضح قدامكم، عايزة اقولكم ان خلاص دلوقتي الطاسة بقت سخنة، فما فيش داعي ان احنا نستنى ان الطاسة تبرد. خلاص احنا شلنا الاتنين دول، تعالوا نشوف بقى التالت الاخير، برضو الخليط من الخلاط مباشرة وعلى نار هادية جدا. احاول انزل كل البواقي بقى اللي في الخلاط، واهز الطاسه شويه عشان اخليه بس ايه مفروض كده، ولو حد دخل عليكي هيتاكد اكيد ده هيبقى كريب، يعني معقول ده هيبقى خبز بعد شويه؟ هنشوف. شايفين شكله كده عامل ازاي؟ مش مشكله، ودول الاتنين اللي طلعوا الريحه والطعم، طبعا تقدري تغطي عليهم عشان يفضلوا طريين وحلوين. تعالوا بقى نسيب ده شويه لحد ما كل حاجه في الحواف تتماسك، ولو انا قلبته مش هيبوظ معايا. شايفين كده اهو تقريبا خد لون بسيط جدا من تحت، تماسك بسيط. طيب الناس اللي هتزهق وبعد ما ياخد لون من تحت خلاص هتطفي عليه وهتمشي هتستمتع بيه كأنه كريب، ولكن الناس اللي هتكمل معايا تقعد تضغط شوية، تضغط تضغط وتقلب فيه لحد ما تلاقيه بينتفخ قدامك، وانتي بقى هتقولي لا ده كده خلاص ما شاء الله كفاية كده، حاولت اللي انا يعني اسرع بس بسيط. هياخد وقت اكتر طبعا من الفيديو لان برضو في مقاطع انا مسرعاها عشان ما يبقاش الفيديو طويل بزيادة، بس بقول الفكرة النهاية يعني النتيجة اللي انا ان شاء الله توصلت ليها، اللي انتي لازم ينجح معاك الخبز ده زي ما انتي شايفاه قدامك هتطلعيه بالظبط ان شاء الله. شفنا ان احنا تاني مرة ما دهناش الطاسة ولا اي حاجة، نضغط بقى اكتر شوية. الحتة اللي تلاقيه بينتفخ فيها دوسي عليها ما تقلقيش خالص، اهو شايفين كده في منتهى الجمال، هيكون منفوخ من جوه ومناسب جدا للسندوتشات. عايزة اقول برضو ملاحظة مهمة، شايفين كده الناس اللي عايزه تعمل الخبز ده مش معقول هتقعدي كل يوم تعملي خبز، شايفين اهو انتفخ معانا، عايزين نحتفظ بيه سلوى في الفريزر، فالافضل اللي احنا بعد ما نسويه كده ونسيبه يبرد نقطعه زي ما احنا عايزين نقطعه عشان يكون بيتفتح معانا، عشان ممكن لما نحطه في الفريزر ونيجي ننزله تاني ما يرضاش يتفتح، فافتحيه بعد ما يبرد وبعدين كيسيه بقى في الفريزر كل واحد لوحده وطلعي منه زي ما انت عايزه. الخبز رائع جدا جدا، اتمنى ان انا اكون يعني ما سبتش اي حاجه ممكن تكون يعني هتخلي الخبز ده مش معاكي ناجح. اهو كده شايفين ادوس عليه منفوخ ولا مش منفوخ، كل المكونات عباره عن دقيق قد الميه، فلو انت عايزه تعملي كوبايتين 3 4 هتكون نفسها هي الميه، وهنزود البيكنج باودر على كوباية الدقيق الواحدة، هتاخد نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وحوالي ربع معلقة من الملح، فكل ما تزودي المقادير كل ما هتضاعفي الحاجات اللي هي المكونات التانية، شايفين كده ولا أروع، طري وريحته جميلة، عايز فورا حاجة تتغمس فيها. لا مش ممكن، شايفين اهو في الوقت ده اقدر ان انا افرزه واحطه في الفريزر لو انا عايزه، طبعا مستحيل اكيد هيتنسف دلوقتي مش هيتاكل. يلا قوموا جربوه وتشجعوا وان شاء الله هينجح معاكم، وارجعوا اكتبوا لي تحت في التعليقات لما تجربوه ان شاء الله. والناس اللي ما نجحش معاها اول مره معلش مفيش حاجه بتيجي من اول مره، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه.